أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قالا: حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ قال عمر: واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم، أأدخل؟ قال عمر: ثنتان. ثم سكت ساعة فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال عمر: ثلاث. ثم رجع. فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: السنة؟ والله لا تأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي إليه فقلت: فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال: فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر: ما كنت علمت بهذا. وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة، وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أذن لك وإلا فارجع. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي. فذكر الحديث بطوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال: عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه، فسلم عليه وقال: وعليك. قال: وحديث يحيى بن سعيد أصح. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، حدثني أبو سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهاوي: مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفع. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا أبو غياث سهل بن حماد، حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس، فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على صبيان فسلم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ثابت
وروي من غير وجه عن أنس. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل: شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال: إنما تكلم فيه ابن عون، ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. أنبأنا أبو داود المصاحفي بلخي أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون قال: إن شهرا نزكوه. قال أبو داود: قال النضر: نزكوه أي طعنوا فيه، وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي نضرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني. قال أبو عيسى:
حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب قالا حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وزاد ابن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر قال أبو عيسى هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله أنبأنا حيوة بن شريح أخبرني أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما غيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته
فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو: وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن المبارك أنبأنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كره ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرق النساء ليلا. وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، قال: فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال: وحمزة هو عندي ابن عمرو النصيبي، هو ضعيف في الحديث. حدثنا قتيبة حدثنا عبيد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب، فسمعته يقول: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وهو إسناد ضعيف، وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، قال: إني والله ما آمن يهود على كتاب، قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت، رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. حدثنا يوسف بن حماد البصري، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا سويد، أنبأنا عبد الله، أنبأنا يونس عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش، وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث، قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما، قال: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البناني، حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أحد يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلبه فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما، لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا محمد بن بشار ونصر بن علي قالا حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، يعني السلام. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت ثلاثة. ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام، فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك، وذكر قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض ف
فأعرض الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد، ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ولم يسمعه منه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق، فقال: إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام التحية الأخذ باليد. وفي الباب عن البراء وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا، وقال: إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد: وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال: من تمام التحية الأخذ باليد. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. قال أبو عيسى: هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد: وعبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة، والقاسم شامي. حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الله بن نمير قال:
وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه، والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية ابن عدي الكندي. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني، حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله، فقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قال: فذكر في الحديث قصة طويلة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا: حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته: مرحبا بالراكب المهاجر. وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بصحيح لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان.
وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا، ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد، وهذا أصح. قال: سمعت محمد بن بشار يقول: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار: وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وابن مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور. حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن موسى المخزومي المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن ست خصال، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن موسى المخزومي المدني ثقة، روى عنه عبد العزيز بن محمد وابن أبي فديك. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا حضرمي من آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال: عليك وعلى أمك. فكأن الرجل وجد في نفسه فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله، وليقل:
يغفر الله لنا ولكم. قال أبو عيسى: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله، وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحوه، قال: هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له في الثالثة: أنت مزكوم. قال: هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار بهذا. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية ابن المبارك، وقال له في الثالثة: أنت مزكوم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاطس ثلاثا، فإن زاد فإن شئت فشمته، وإن شئت فلا.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده مجهول. حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقولن ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة، وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، واختلط علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قلت له: ما اسم جد عدي؟ قال: لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن أبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أبو عبيد: انتقاص الماء الاستنجاء بالماء. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق، حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط لا يترك أكثر من 40 يوما. قال: هذا أصح من حديث الأول، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا هناد، حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا، أو قال ينفرد به، إلا هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر. قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. قال: سمعت قتيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي حدثنا أبي حدثنا سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا يعرف خداش هذا من هو، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وفي الباب عن طهفة وابن عمر. قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه، ويقال طهفة والصحيح طهفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح طهفة ويقال طهفة يعيش هو من الصحابة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت أن لا يراها أحد ففعل. قلت والرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا حديث صحيح. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه
ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. قال: قد جعلته لك. قال: فركب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم أنماط؟ قلت: وأنا تكون لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. قال: فأنا أقول لامرأتي: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم أنماط؟ قال: فأدعها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عباس العنبري، حدثنا النضر بن محمد هو الجرشي اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو زرعة بن عمرو اسمه هرم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن أبي بريدة عن أبيه رفعه قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. حدثنا سويد، حدثنا عبد الله، أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد، حدثنا عبد الله،
أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد، وسعيد بن زيد غير المعتمر. وفي الباب عن أبي سعيد. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بالمدينة يخطب يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاوية. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال،
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الجفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن ميثرة الأرجوان. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به الطيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الله هو ابن مسلم ابن جندب وهو مدني. حدثنا عثمان بن مهدي حدثنا محمد بن خليفة أبو عبد الله بصري وعمر بن علي قالا حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها
كأنما ينظر إليها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، أخبرنا الضحاك بن عثمان، أخبرنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قالا: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت: يا نبي الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيي منه الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، فقال: إن الفخذ عورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش، ولعبد الله بن جحش صحبة، ولابنه محمد صحبة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا خالد بن الياس ويقال بن إياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا. أراه قال: أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال:
نظفوا أفنيتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وخالد بن الياس يضعف. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو محيات عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محيات اسمه يحيى بن يعلى. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن بن علي قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا
فيه تماثيل أو صورة، شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، حدثنا مجاهد قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نضد له، فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة. حدثنا عباس بن محمد البغدادي، حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا إسرائيل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، اسمه سليم بن الأسود. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. حدثنا هناد، حدثنا عبثر بن القاسم عن الأشعث
وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. حدثنا بذلك محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: سألت محمدا قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمثة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان، ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان، حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، حدثناه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيها، وقيلة جدة أبيها أم أمه أنها قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وعليه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة. قال أبو عيسى: حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد قال: وحدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبيد الله بن عبد الرحمن، حدثنا آدم عن شعبة. قال أبو عيسى: ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل، يعني أن يتطيب به. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي
عن شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب. قال علي: قال يحيى بن سعيد: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان. قال شعبة: سمعتهما منه بآخرة. قال أبو عيسى: يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه. وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس، وأبو حفص هو أبو حفص بن عمر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال: سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد، وقد ذكرناه في كتاب اللباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن عمرو مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، واسمه عبد الله، ويكنى أبا عمرو. وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. فدعوته له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها، فقال: خبأت لك هذا. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حسين وابن مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. قال: هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب.
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. قال هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والمسكن والدابة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة، إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح، لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكرا عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا 13 قلوصا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجيء. فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا. وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، ولم يزيدوا على هذا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا أبو جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا. وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد، سمعا سعيد بن المسيب يقول: قال علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. وفي الباب عن الزبير وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، قال: ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان، ويقال ابن دينار، وهو بصري. وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،
حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أحمد ثقة حافظ. والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن عمر. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح. يقال أسمه فيقال لا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان شاهان شاه وأخنع يعني وأقبح. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أخدري وشريح بن هانئ عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح.
قال أبو بكر: وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عن عائشة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وفي الباب عن حذيفة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتنوا بكنيتي. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا فطر بن خليفة، حدثني منذر وهو الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: فكانت رخصة لي. هذا حديث صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قالا: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن أبي الزناد. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا. حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
وفي الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضعف. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان عن الأعمش، حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح.